تتابع لعبه او رياضه ثانيه غير الكوره؟ انا بحب الرياضه الكرة. انا بحب الرياضه يعني انا الالعاب الجماعيه احب اتفرج عليها، منافساتها كل ثانيه، التنس احب اتفرج عليه، انا يعني الالعاب القتاليه احب اتفرج عليها، لكن مش زي الكوره طبعا. ابى اخذ منك كلمه لمجلس ادارتك، كلمه لجمهور الاهلي، وكلمه لاسره محمود الخطيب. طيب مجلس اداره، اعتقد ان احنا تعهدنا على خدمه النادي الاهلي جميعا، حطينا افكارنا للناس. انا بشكركم ان كل واحد فيهم بيحاول بقدر الامكان ان هو ينفذ ما تم الاتفاق عليه. انا وجودي، وقتي، رؤيتي، افكاري اولويه للنادي الاهلي، مساهمه حقيقيه في كل ما يخص النادي الاهلي من انجازات، تكاتف مع بعض في المواقف الصعبه، ونشتغل كلنا كمجموعه واحده. ارجو ان هما يعني نستمر على هذا الامر، لان التكاتف ده هو اللي بيمنع حاجات كتير. بالنسبه لي اسرتي، معلش الاول انا الجمهور ده العشق اللي منا دوت انا عايز اخليه للاخر يعني. بالنسبه لاسرتي طبعا بشكرهم جدا، لان هم الفتره دي اكثر حاجه اثرت فيا، الفتره دي مع المهاجرات والتجاوزات والاتهامات والكلام ياسف كلام يعني مش عارف اقول ايه، كلام فارغ اللي كان بيحصل ده يعني. امر بالنسبه لي امر سخيف جدا يعني، ان تتمس اسره وتتمس ناس وتتمس اخواتي، وحاجه يعني حقيقه بعيده خالص عن اي حد كان عقل يتصوره يعني. الناس مش هتعرف النهارده يعني محمود الخطيب يعني، فكنت بحس بحزن اللي في جواه، وبحس لكن يعني الحقيقه ما كناش، لا مش عارف اعمل ايه الامر، غير ان انا بناخد قرارات حاسمه، بنرفع بلاغات وقواضي يعني الحاجات القانونيه اللي احنا ماشيين في الامور القانونيه، الحمد لله هي انصفتنا في كل الامور يعني. فانا بشكرهم جدا على تحملهم دوت، وبقول لهم انا بعدت جدا، لان انا هم عارفين ده، عارفين النادي الاهلي بالنسبه لي امر مهم جدا وبيتحكم في كل مشاعري. فانا بعدت عنهم الفتره اللي فاتت دي، علشان انا فعلا كنت يعني عاهدت الله سبحانه وتعالى ان كل لحظه اقضيها في النادي الاهلي لخدمه النادي، كل وقت للنادي يعني. فانا بشكرهم على تحملهم دوت، ويسامحوني في ان انا يعني بعدت شويه عنهم. الجمهور ما اقدرش ان انا، ما فيش برضو من الكلمات اللي ممكن توفي هذا الجمهور حقه يعني. اي امور صعبه مرينا بيها جمهور ده حماه، هو جمهور النادي الاهلي اللي واقف في ظهرك، هو جمهور النادي الاهلي اللي بي يعني مش عايز اقول شايلك وماشي بيك يعني. فانا الحقيقه بشكرهم جدا جدا يعني. واي انجاز واي بطوله واي امر جيد النادي الاهلي بيقوم بيه، هو رد بسيط جدا ومش قد ابدا اللي انت بتقدمه للنادي الاهلي لكل لعيبته وكل مسؤوليه. عايز اختم بس كمان ان الفضل الاول والاخير لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني انعم علينا بفضل كبير جدا. يعني يا رب يكون النعمه دي يعني يحفظها من الزوال وتستمر باذن الله يعني. بشكرك جدا. انا اللي اشكرك. شاكر جدا. شكرا لك.